ناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية عن العام المالي 2022-2023، وشهدت الجلسة التأكيد على أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة أعدت في ظروف استثنائية في ظل أزمة اقتصادية عالمية، حيث حرص النواب على الإشادة بدور الدولة في مواجهة التداعيات الناجمة عن أزمة كورونا والأزمة الأوكرانية. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث بدأت الجلسة بإحالة قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة التعاون الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع مترو الإسكندرية أبو قير بمبلغ 600,000 يورو، وقرار رئيس الجمهورية بشأن منحة بين مصر والصندوق الكويتي إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. المجلس ناقش التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 ومشروع الموازنة العامة للدولة، حيث فتح رئيس المجلس باب المشاركة للنواب عقب عرض تقرير اللجنة. تزامن توقيت إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22-23 بأحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي العالمي المضطرب الذي تتشابك تحدياته بين تداعيات جائحة كورونا والقدرة على التعافي منها، وبين موجة تضخمية غير مسبوقة تزايدت حدتها وتبعاتها السلبية في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية، ليتأكد مجددا قدرة وصلابة الدولة المصرية أو الاقتصاد المصري على التعامل مع تلك الصدمات العنيفة وقدرته على تجاوز تلك الأزمات العاتية والعمل على تخفيف آثارها الشديدة على المواطن في مصر. فلولا تلك الإصلاحات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2014 والتي عززت قدرة الاقتصاد المصري، لما استطاع الاقتصاد الصمود في ظل الآثار السلبية لجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتي طالت اقتصاديات دول العالم أجمع دون استثناء. أوافق من حيث المبدأ على الموازنة التي تم تقدمها من الحكومة وعلى التقرير المقدم من اللجنة. الحكومة من جانبها أكدت أن مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة للسنة المالية 2022-2023 أعدت في ظروف استثنائية في ظل أزمة اقتصادية عالمية، لافتة إلى أن حجم الاحتياطي بمشروع الموازنة العامة الجديدة بلغ نحو 130 مليار جنيه مقابل 106 مليارات جنيه بموازنة العام الجاري. هذا رفع رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن تستكمل باقي المناقشات في جلسة قادمة.